اللهم بارك لنا في هذا الجمع، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم تقبلهم، اللهم أعلي درجاتهم، اللهم أجزل مثوباتهم، اللهم ضاعف حسناتهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم أسكنهم الفردوس الأعلى، اللهم أنزل السكينة والرحمة والرضا وبرد القرب منك ونور الإيناس من حضرتك على قلب أم تتقلب في مضجعها بعد انفضاض الناس عنها، فلا يسكن لوعة فؤادها سوى سيلان دمعة تبلل وسادتها. اللهم أنزل على قلوبهن السكينة والرضا، اللهم أنزل على قلوب الأرامل اللائي فقدن رجالهن وهن ثابتات صابرات، اللهم زدهن ثباتا، اللهم زدهن ثباتا، وأعنهن على ما أقمتهن فيه من مسؤولية. اللهم وانظر إلى آباء الشهداء نظرة تقوي عزائمهم وتنهضهم إلى القيام بالمهمة تجاه أبناء أبنائهم. اللهم وإني أستودعك أبناء هؤلاء الشهداء، فانظر إليهم نظرة تنشئهم بها النشأة الصالحة. اللهم وإذا نظر طفل من الذين يتموا بشهادة آبائهم إلى زملائه في مدرسته، يصحب أحدهم أباه عند الخروج فثارت لوعة فؤاده شوقا إلى أبيه. أسألك اللهم إلا ما أنزلت على قلبه من فهم ومعرفة يدرك بها أنه لولا فقده أباه لما اطمأن هذا الطفل مع أبيه فيأنس إلى هذا المعنى. اللهم احفظهم فإنا نستودعك إياهم. اللهم واحفظ مصر وأهلها، وابسط فيها بساط الخير والنور والأمن والإيمان والهدى والبركة والخير والصلاح، وجنبها وأهلها وأسباب الأذى والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واحفظ جيش مصر وشرطتها، وأيدهم بنصر من عندك. اللهم سدد رميهم وطمئن قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم وفرج عن شامنا ويمننا، اللهم فرج عن شامنا ويمننا، اللهم فرج عن شامنا ويمننا، واحفظ المسجد الأقصى وأيقظ الأمة لتتنبه إلى واجبها تجاهه. اللهم فرج عن المكروبين من أهل لا إله إلا الله، بل فرج عن كل مكروب من خلقك أجمعين مسلما أو غير مسلم، فأنت أرحم الراحمين. اللهم وإني أسألك أن تعين أخي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قد أقمته عليه، اللهم أعنه على ثقل المسؤولية، وإذا ابتليته بفترة أخرى فأعنه على الانتهاض فيها بالحق يا حق، وأيده بعون من لدنك للقيام بما أتمنته عليه، وأقر أعينه وعينيه وأعينها أهل هذه البلاد بما تجريه على هذا البلد من نهضة ننتهض بها جميعا في هذه المنطقة. اللهم إنك قد جعلت قدر مصر أنه بنهضتها تنتهض الأمة وباستقرارها تستقر الأمة، فأقر أعيننا بذلك يا أرحم الراحمين، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقائقها متحققين حسنا ومعنا ظاهرا وباطنا، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.